ما حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر؟ هذا غير مشروع. الذي وردت به السنة صلاة التطوع على الدابة في السفر، وأما في الحضر فلم يرد، والأصل في العبادات التوقيف. لكن السفر صلاة الفريضة لا تكون على الدابة، إنما ينزل الإنسان ويصلي على الأرض حتى يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، فيجوز أن تصلى على الدابة، والدابة في وقت الحاضر مثل السيارة والطائرة والسفينة والقطار، فيجوز صلاة النافلة عليها في السفر، يومئ بالركوع والسجود ولو إلى غير القبلة. فإذا كان الإنسان راكبا في السيارة، ليس هو القائد للسيارة وإنما راكب، أو راكبا في طائرة أو في قطار أو في سفينة، فله أن يتنفل ما شاء مثنى مثنى، يومئ بالركوع والسجود. وهذا قد وردت به السنة، لكن هذا خاص بالسفر وليس في الحضر.